رجال في المطبخ؟ ايوه رجال في المطبخ. وين ما كنتم السلام عليكم، مساكم الله بالخير، ويا هلا مرحبا فيكم حبايبي في حلقه جديده من برنامج رجال في المطبخ عبر الاثير بانوراما اف ام. اليوم ضيفنا هو الاستاذ الاعلامي محمد بورسلي. مساك الله بالخير استاذ محمد. مساء الخير زيد. الله يعطيك العافيه، سعيدين بتواجدك عبر الاثير بانوراما اف ام. طيب خلني اسالك استاذ محمد، هل علاقتك في المطبخ علاقه طرديه او عكسيه؟ والله انا يعني في السابق كانت علاقتي بالمطبخ شبه معدومة، يعني تنحصر بتحضير القهوة والشاي. حلو. لكن بعد ما انتقلت إلى العيش في الإمارات يعني صرت عزوبي، فبديت أتودد للمطبخ وبديت أدخله بصفة تقريبا شبه يومية. حلو، عجبتني كلمة أتودد. طيب هل من نتائج أستاذ محمد؟ والله شوف، البدايات أي شيء دائما تكون صعبة. حلو. يعني مرة الرز ناقص ماي، مرة زايد ماي. تعرف احنا الشعوب الخليجية بيننا وبين الرز علاقة رومانسية، فأول ما تتعلم لازم تتعلم على الرز. ففي البدايات واجهت مشاكل، لكن الحمد لله وصلنا إلى يعني مرحلة شبه الاحتراف الآن، بس أخذت 3 سنوات. يعني خلاص يعني خبرة كافية أتوقع أستاذ محمد. أي الحمد لله الحمد لله، الآن تمرسنا يعني إن شاء الله عقد الاحتراف قريب. أي إن شاء الله، بس طبعا هذا عقد الاحتراف في إجازة، من ترجع لأهلك خلاص يعتبر العقد مجمد. يلا نعتبر توقف دوري. صحيح. طيب أستاذ محمد، يعني في شهر رمضان المبارك أهم الوجبات اللي لازم تشوفها يوميا على السفرة في رمضان؟ يعني شوف، باختلاف التسميات سواء كانت نسميه تشريب أو قرصان أو سريد، هذا يعني يمكن أهم طبق. حلو. في رمضان، لأن هذا الطبق نادر ما تأكله يعني في غير الشهر الفضيل، فيكون يعني طبق محبب وشبه يومي تقريبا في رمضان. يعني أنت تحب تشوفه يوميا على السفرة؟ يوميا يعني. طيب والأكلات اللي أخذناها عادة أستاذ محمد بسألك فيها، ليه السمبوسة والقيمات والشوربة، يعني مالك فيها تلعب ظهير فيها ولا محور ولا؟ والله 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 شوف، هو يعني في نوع من الفهم الخاطئ للتغذية في رمضان. يعني الصوم طول اليوم ما يعني إن يعني يكون في هجوم كاسح على مائدة الإفطار. صحيح. لأن يعني لها أضرار صحية من ناحية ثانية، حتى في الصلاة يعني تكون مزعجة لو كثرت على الأكل في الفطور. فهناك فهم خاطئ، يعني الناس الأطباء التغذية يوصون بالحمية في رمضان، احنا نزيد أوزاننا في رمضان، فهذه لابد نراجع أنفسنا فيها. صحيح. طيب أستاذ محمد، يعني في رمضان تحب تكون تلعب في الأكل على شوط أو شوطين؟ لا طبعا شوطين. حلو. لا شوطين يعني وجبة، يعني تقدر تقول ان نفطر بعد الـ الأذان، وتكون الوجبة الرئيسية بعد الصلاة، لان لو اكلت، لو هجمت يعني على السفرة مع الشوط الاول راح تواجه متاعب وقت الصلاة. يعني يعني الشوط الاول شوط خفافي، تمر، قهوة، قشطة وما الى ذلك. والله بيني وبينك أنا حرص أول شيء على النفطر، وأحرص على الشاي والقهوة، هذا أهم شيء. يعني هذا في الأساسيات، هذا في الأولويات، هذا الأساسي، لأنك الحمد لله لا جوع ولا عطش، لكن خلاص الكافيين لما معدل الكافيين ينزل هذه المشكلة، فتحاول تعوضه بعد الفطور. حلو. طيب الشوط الثاني اللي هو شوط المدربين يا سعد محمد. إيه. يعني 10 هجوم وما في حارس بعد، مو واحد وراء. الشوط الثاني يعني أنا تقريبا الشوط الثاني يغنيني عن وجبة السحور، لأنه يكون نوعا ما متأخر، فيكون الشوط الثاني هو الوجبة الرئيسية، وفي السحور يعني أكتفي بالتمر واللبن، أو يعني عموما الخفايف، يعني اللي ما يعني اللي تكون شبه خالية من أي نوع من أنواع اللحوم أو الدهون، يعني تكون وجبة خفيفة قبل الامساك، والتركيز يكون على الشوط الثاني، شوط المدربين هو الوجبة الرئيسية. ما شاء الله، الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ محمد. يعافيك. كلمة أخيرة تقولها للمستمعين عبر الأثير بانوراما اف ام في حلول شهر رمضان المبارك. والله إن شاء الله أدعو مرة أخرى أن يبلغنا
ومن نحب وجميع المسلمين شهر رمضان بخير صحة وعافية. اللهم آمين. ويعيننا على 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 إن شاء الله القيام الليل وأداء العبادات. ولكن يعني أنا ودي بس في نقطة مهمة، إن رمضان قبل ما يكون صيام هو تهذيب للنفس. يا سلام. فيعني الواحد في كل سنة إن شاء الله إنه يحاول يتخلص من عادة من عاداته السيئة. يعني ما حد فينا كامل كمال الله سبحانه وتعالى. فيعني قبل ما نفكر في 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 مجرد الصيام وأنواع الأطعمة والوجبات، نفكر نراجع أنفسنا ونبحث عن عاداتنا السيئة ونحاول نتغلب عليها إن شاء الله خلال هالشهر. جزاك الله خير أستاذ محمد، سعدين بتواجدك أستاذ العزيز. وياك إن شاء الله وأنا سعد يا زيد. الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا أستاذ محمد. شكرا لك ولمستمعي بانوراما فهم. إلى هنا أعزائي المستمعين وكل من يسمعنا عبر الأثير بانوراما اف ام، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. انتظرونا بإذن الله في حلقة جديدة من برنامج رجال في المطبخ.